الحلقة الرابعة في هذا البرنامج، مداخلة من سجن ترى على الهوا. على السلام الهوا عليكم. بنقول اهو. سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أمرني يا سيدي، حابب تقول ايه؟ أنا دلوقتي محبوس في أموال عامة، محبوس في مروحة. محبوس في قضية أموال عامة؟ إيه هي القضية؟ رحت جبت مروحة بالقسط وهم ادونا وصولات أمانة على الأبيض، وخدت فيها 3 سنين. والسيدة شوزان مبارك سمعنا اللي هي دفعت فلوس وطلعت وقصر وطلعت. أنا ممكن، أنا خدت 3 سنين، أنا ممكن أجيب مروحتين، أجيب 3 وأروح. حقك والله، حقك. قدام العدالة سواء. أنا شايف كده ناس بتتميز عن ناس. حقك، محدش يقدر يقول لك حاجة، أنا ما أقدرش أقول لك حاجة، وأعتقد سيادة المستشار. أنا بكلم سعادتك، عايزك توصل صوتنا للناس كلها عشان إحنا كده مظلومين. صوتك واصل، صوتك واصل. تمام. الحكاية هتجيب مروحتين نفس الموديل، ها؟ نفس اللي أنت اتحبست بسببها. أنا دلوقتي أنا محبوس، رحت جبت مروحة ب 200 جنيه ودفعت منها قسط، وبعديها ب3 شهور لقيت نفسي نازل، خدوني من البيت ورحت لقيت مضى على وصولات أمانة ب 50,000 جنيه. خدت فيها 3 سنين. أنا كرهت المروحة وكرهت المروح. خلاص ان شاء الله يبتوا في الامر، وبعدين ما تستخدمش مراوح بعد كده. هقول لك ايه دلوقتي، الدكتور زكريا عزمي دلوقتي هو روح عشان خاطر هو كبير في السن وكده. انا معايا ناس عفو سحر. احنا عندنا هنا دلوقتي اقسم بالله احنا عندنا ناس معوقه ذهنيه، ناس ما تعرفش تتكلم كلمتين على نفسها، ما تعرفش تتكلم كلمتين. ما اعرفش انا، طب الضباط ظلمه، طب والقضاه برضه ظالمين. انت معايا معاك، سامعك تماما. واحد صاحبي عايز يكلمك. اتفضل. الو، اهلا وسهلا بيك يا سيدي، اتفضل. اهلا بيك يا استاذ المعتز. اتفضل استاذ المعتز. احنا دلوقتي مساجين سجن تورة، كان القاضي ساعدنا مخدرات، وهم قالوا لنا سلموا نفسكم وهنديكم نص المده. ايوه. بعد ما احنا سلمنا نفسنا، احنا بنتعامل معاملات مهينه جدا، وبنتعامل معاملات قفل الدبان علينا، وما فيش اي ميزه خالص. ووقت ما جم يدونا العفو هو نص المده، قالوا العفو يوم 25/4. اما جينا نخرج يوم 25/4 قال لك لا، ده انتوا تجيبوا حاجه اسمها ميسره. الميسره دي حضرتك دلوقتي احنا مش عارفين نجيبها، والاهالي بره مش فاهمه. ايه هي الميسره دي؟ الميسره دي جواب بناخده من الشيخ اللي احنا تابعين ليه، وبتروح اهالينا تخلص الجواب بتاع الميسره من شيخ الحاره والمامور. ايوه. شيخ الحاره والمامور لازم يقبضوا عشان يخلصوا لنا حاجه زي كده. ايوه. تمام حضرتك، بعد ما احنا بنخلص الجواب وبيرجع السجن تاني بيدونا جواب للنيابه والنائب العام، بنروح نخلص الجواب للنائب العام وبنروح الشهر العقاري. ومحدش بيروح حضرتك، والاهالي مش عارفه، والعفو اللي هو بتاع 25/4 ده احنا داخل علينا العفو بتاع 23/7. و 25/4 ده ما مشيش عشان نمشي 25/7. احنا مش عارفين حضرتك، احنا ساعه الرؤساء الرئيس اللي فات والوزراء حضرتك، احنا كنا بنروح ناخد 3 شهور مصاريف. يدونا 3 شهور مصاريف في المحافظه بتاعتنا في الاقسام اللي احنا تابعين ليها. بشكرك شكرا جزيلا. اذا طلعت بحاجتين من داخل سجن تورة على الهوا مباشره. على الهوا مباشره. اولا ان لما نوعد بوعد نوفيه للناس، وعدناهم ان اللي هيسلم نفسه هيتعامل معامله لائقه ويخرج نص المده، يبقى نوفي بالوعد. نوفي بالوعد ده دين واخلاق وقانون. التلاته عشان الناس ما تفقدش الثقه فينا كمسؤولين. وفي نفس الحكايه الغلبان اولى من الكبير. الراجل هيرجع مروحتين، عايزين منه ايه تاني؟ ويخرج مروحتين، مش مروحه واحده، لا هيدفع الدبل. وخرجوه. سياده المستشار عاصم الجوهري، في ناس كتير في رقبتك في السجون كمان مستعده ترجع اللي هي خدته وتخرج، تخرج تشم نسيم الحريه. لان اللي ابو مروحتين ده مواطن، وسوزان ثابت وزكريا عزمي كمان مواطن، بس ده مواطن غلط في حق نفسه او اخطا، ولكن دول مواطنين غلطوا في حق البلد مش في حق مروحه وما دفعش الكمبيالات.